أكتوبر هو شهر التوعية على سرطان الثدي ويساعد في زيادة الوعي لناحية الكشف المبكر والعلاج، واختير اللون الوردي ليواكب الحملة هذه. والتزاما بالحملة العالمية، لبس مركز كليمنسو الطبي حلته الوردية تضامنا مع المرضى. يعد سرطان الثدي أكثر أنواع السرطانات شيوعاً بين النساء في مختلف أنحاء العالم. عام 2020 شخصت 1,300,000 إصابة وسجلت 685,000 حالة وفاة على مستوى العالم. تصوير الثدي بالأشعة السينية هي الطريقة الأفضل للكشف عن سرطان الثدي في مراحله المبكرة، بحيث يكون من الأسهل معالجته قبل أن يتطور ويصبح ظاهراً. ثمة أعراض مختلفة لسرطان الثدي، وقد لا تظهر لدى بعض النساء أي أعراض على الإطلاق، ويمكن أن تشمل هذه الأعراض تغيير في حجم الثدي أو شكله، ألم في أي منطقة من الثدي، إفرازات من الحلمة غير لبن الأم بما في ذلك الدم، كتلة جديدة في الثدي أو الإبط. لذلك إذا كانت لديك أي من تلك العلامات فاستشيري طبيبك على الفور. وفي السياق، أطلق مركز كليمنسو أيضا الحملة هذه.